قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. نفى مصدر مقرب من الفنان أشرف عبد الباقي اليوم السبت 12 يناير 2019 الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة. وقال المصدر أن أشرف عبد الباقي بصحة جيدة وأن تلك الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة. وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن وفاة الفنان أشرف عبد الباقي وتبين أنها غير صحيحة. أشرف عبد الباقي مواليد 11 سبتمبر 1963 في شبرا، هو أشرف أحمد عادل عبد الباقي ممثل مصري، تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية. ده الفنان القدير أشرف عبد الباقي. ويحرص الفنان المصري أشرف عبد الباقي دائما على إبعاد حياته الشخصية عن أعين الصحافة والإعلام حفاظا على خصوصيته. أشرف عبد الباقي ظهر في مرات نادرة مع زوجته المحجبة ابنة صلاح عصام الله وزير الإسكان الأسبق، وقد ظهر واضحا التفاهم والانسجام الشديد بينهما. هنا مع زوجته ابنة وزير الإسكان الأسبق، وهنا في فرح حمادة هلال مع زوجته برضو. أن الفنان المصري قرر أيضا الكشف عن صورة لبناته الثلاثة هدى وزينة ونور لجمهوره، وقد ظهر الشبه الشديد الذي يجمعهن بوالدهن الفنان. ايه رأيكم، فيه شبه ولا شبه مش كبير أوي؟ وانتظر النجم أشرف عبد الباقي عودته من الكويت لمصر للكشف عن عملية النصب التي تعرض لها من قبل الشركة المنظمة لعروض مسرح مصر في الكويت. وأكد في توضيح على انستجرام أن أجمل عروض عملناها مع نهاية الموسم في الكويت، لكن للأسف الشركة المنظمة أخلت بمعظم بنود العقد من المقابل المادي وأماكن الإقامة ووسائل الانتقال من وإلى المسرح، بالإضافة لاستغلال اسم مسرح مصر للنصب على محلات أوهموهم بدون سابق اتفاق أننا هنكون في ضيافتهم، وللأسف اثنين منهم مصريين. أكيد الحكومة الكويتية والشعب الكويتي لن يوافق على هذه المهزلة. من ناحية أخرى، حل الممثل أشرف عبد الباقي ضيفا على برنامج شيري ستوديو والذي تقدمه النجمة شيرين عبد الوهاب على شاشة قناة دي ام سي الأربعاء من كل أسبوع. وإليكم أبرز 10 تصريحات للفنان أشرف عبد الباقي في حلقة الأربعاء الأول من مارس 2017. قال: في بداية عملي كنت أتقاضى 100 جنيه شهريا، ووالدتي رفضت عملي بالتمثيل خوفا من انشغالي عن دراستي، مما جعلني ألجأ للتمثيل في المدرسة الثانوية دون علمها. شقيقي الأكبر هو من أقنع والدتي بدخولي مجال التمثيل، وبرر ذلك بأن الاهتمام بهوايتي أفضل من اتجاهي لممارسات أخرى خاطئة. أتذكر دائما مجلد ميكي عند الاستماع لأغنية أم كلثوم يا مسحرني، والسبب هو أن أول مرة كنت أستمع إليها كان بيدي مجلد ميكي. أجيد عمل جميع أنواع الطعام وهو ما أفعله دائما في شهر رمضان. لدي عقدة من لعب كرة القدم منذ صغري، والسبب هو رفض أصدقائي دخولي في أي فرق للمباريات. أعشق المسرح وكنت حزين لتوقفه منذ عام 2003، ولذلك كنت أذهب لمشاهدة المسرحيات لطلاب الجامعة وكنت أحصل على أرقام هواتفهم وأكتب إلى جانب اسم كل شخص ما الدور الذي شاهدته به حتى قررت تقديمهم في مسرحية. تعرضت إلى موقف محرج أثناء ذهابي إلى طلب يد زوجتي، وهو أنني لم أتذكر الهدية التي من المقرر أن أقدمها لها بعد قراءة الفاتحة.
وطلبت من نجل شقيقتي أن يذهب من الهرم إلى حدائق القبة لكي يجلب الهدية لي. ده هو أنا ومراته. أبنائي شاهدوني على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرح مصر، وأحرص دائما عند السفر معهم أن نذهب إلى المسارح. ده هو ومراته وبناته التلاتة. أصدقائي يعتبرونني طبيبهم النفسي لأنني أحب الاستماع إليهم. ده أشرف عبد الباقي. وفي يوم الأربعاء 6 أبريل 2016 توفي صلاح حسب النبي وزير الإسكان الأسبق ووالد وزوجة الفنان أشرف عبد الباقي بعد صراع مع المرض بمركز المقاولون العرب الطبي عن عمر يناهز 87 سنة. جدير بالذكر أن صلاح حسب النبي وزير الإسكان الأسبق من مواليد عام 1929 وتخرج من كلية الهندسة عام 1952. ده وزير الإسكان الأسبق الله يرحمه. ويعد المهندس صلاح حسب النبي أحد المؤسسين لشركة المقاولين العرب مع المهندس عثمان أحمد عثمان، وذلك عام 1955. وتولى رئاسة الشركة في الفترة من 83 إلى 93، وتولى وزارة الإسكان والمرافق من 14 أكتوبر 1993 وحتى 2 يناير 1996، وتولى رئاسة النادي الإسماعيلي ونادي المقاولين العرب. وده هنا في الجنازة، وأشرف عبد الباقي بيتلقى التعازي من أحمد السقا، علي ربيع، وممثلين بتوع مسرح مصر طبعا. فنانين كتير حضروا لتعزيته في حماه وزير الإسكان الأسبق، شريف منير، السقا، هنا مع مراته بنت وزير الإسكان. بدأ أشرف عبد الباقي نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة. ومع فريق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984، واكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية خشب الورد، وكان أثناء ذلك يعمل في المقاولات من خلال مصنعه الذي تخصص في أعمال الديكورات والألومنيوم. قدمه رأفة تلميذه في السينما، وعندما اتجه للتمثيل قرر أن يغلق المصنع. من أشهر مسرحياته بلو، شبورة، بشويش، لما بابا ينام، رد قرضي. من أهم الممثلات مسلسلات حضرة المحترم يوميات زوج معاصر والرجل وست ستات، وحقق شهرة كبيرة وواسعة في سلسلة مسرحيات تياترو مصر التي جذبت الملايين لمشاهدتها. ليتم عرض موسمين على شبكة تلفزيون الحياة المصرية، لكن قيل أنه حدث خلاف مع شركة الإنتاج فيردي ليتعاقد مع قناة ام بي سي مصر بنفس الفرقة والطاقم، لكن تم تغيير اسم البرنامج ليصبح مسرح مصر. ويعد أشرف عبد الباقي السبب في شهرة العديد من نجوم الشباب، وأشهرهم علي ربيع وأسقص وحمدي المرغني ومحمد أنور. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. قناتكم قناة أخبار النجوم.